بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده عندي احلى كحكايه، كحكايه حلوه قوي هتعجبكم. ايه اللي انت عامله ده؟ دي كحكايه المانيه يا حنان، انا كلتها في النمسا مره. دي البخوتلين. بالظبط كده. يا سلام، ده انا بقالي كتير بحال عليك تعملها لي. بصوا العجينه عامله ازاي. ها يا بوي، ايه ده الجمال ده؟ شايفين التوريقه دي كده بتقشر التوريقه؟ شايفين هنا عامله ازاي؟ قطن خالص. نفتح كده يا مربى 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 معلمي مربى، عشانها مربى جزر، مربى بلح، اي نوع من انواع المربى. الميزه التوريقه بتاعتها بتبقى من الحاجات الجميله قوي اللي ان شاء الله هتعجبكم. زي ما احنا شايفين كده، عايزين نعملها مع بعض لايام الشتاء الجميله، وشايفين التقشيره اللي فيها. الله. عجينه سهله قوي 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 قوي، والجمال لو اديت في العجينه كمان زبيب او قشر برتقال. هنشوفها دلوقتي ونشوف اتعملت ازاي. يلا بقى تعالوا معانا نشوف مقادير البخوتلين الالماني. اوعي تفتكري انه عشان الماني هيبقى صعب عليكي، والله سهل ان شاء الله. واحنا بنحاول نبسط لك كل حاجه عشان تعملي. الشتا داخل بقى يا بطه، والمخبوزات وريحتها في البيت والفرن يشتغل. يلا تعالي نشوف المقادير ونشوف عملناها ازاي. طيب مقاديرنا ايه في العجينه اللي احنا شفناها ديت؟ عارفين لو عندي البوليش ده عجينه خمرانه كده، كوبايه دي، نص كوبايه ميه، معلقه سكر، معلقه خميره، ونسيبها تخمر براحتنا، ونبقى ناخد منها حته تحفه. مقاديرنا ايه؟ نص كيلو دقيق، 2 بيض، كوبايه ميه، معلقه كبيره زبده اللي هي 50 جرام، 50 جرام سكر يعني معلقتين كبار سكر، رشه ملح، خميره بتاعت الفران يا ريت، دي بتبقى 30 جرام يعني قد عين الجمل كده او قد الليمونه. لو الخميره الجافه يبقى 10 جرام يعني معلقه صغيره. معلقتين كبار لبن بودره عشان الميه، لو ما عنديش لبن بودره استخدم لبن عادي، ورشه ملح. كل دي رشه ملح؟ لا لا اسف، دي فانيليا، انا اسف، مش كلها، انا باخد منها. ومن هنا كده نص معلقه صغيره ملح، انا مش بحط الكميه دي كلها. ادي كده، تعال نشوف العجن كده. ادي كده الدقيق، عجن مباشر. وبعدين طالما حطينا الدقيق هننزل بالبيض اهو، وادي الربع معلقه صغيره فانيليا اهي. بعد كده ادي اللبن البودره، وادي الميه دافيه يا ريت. كله على بعضه يعني؟ كله على بعضه بس بحبك. ودي صعبه لما تقول كله على بعضه، معلش. وادي السكر. لا بس عشان بقى الشيف وبتاع، ولا نحط ده ونشيل الملح، هنجيبه على جنب بعيد عن الخميره عشان ما نعطلش الدنيا. وادي الزبده، لو كانت سايحه كده يبقى معلقتين زبده جامده، يبقى ايه معلقه كبيره كده زبده. بتسالني؟ لا ده انا بقول لك. طيب بالنسبه للبوليش، هو بيعمل ايه؟ بيسرع عمليه التخمير ويخلي العجينه مورقه. بص حتى دي ايه ده، بوليش وخميره؟ اه دي عجينه خمرانه يعني. دي بصوا يا جماعه، مش امر ده، بس انا بقول لكم انا بعمل ايه في شغلي فبيطلع مورق بالصوره دي. هبدا دلوقتي بقى على الرخامه 5 أو 6 دقائق عجن، وعجنها عجنه صح، وارجع لكم اوريها لكم عامله ازاي. يلا بينا. يلا بينا نعجن، هنعجن بعض الوقت عجن. العجينه بتاعتنا اتعجنت اهيت، نعجن فيها ما يقلش عن حدود 5 أو 6 دقائق لما العجينه تستوي معانا تماما كده. وبعدين بنبتدي نعمل ايه بقى؟ بنبتدي نقطع العجينه كده بالسكينه باي حاجه تكون متواجده عندكم بالشكل ده، بحيث ان احنا نخليها الحجم ده قد الليمونه، قد قطعه الليمون بتاعتنا العاديه خالص كده بالشكل ده، قطع متساويه بالشكل ده. طبعا عايز اقول لكم ان الخميره بتاعه الفران افضل كتير من الخميره اللي هي الجافه. انا يعني بحب اشتغل بيها.
هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى هنا كده واحده واحده نجيب القطعه كده اهي بالشكل ده كده، وهنبتدي نعمل كده مربى بلح، اي نوع من انواع المربات، مربى فراوله، مربى جزر، اي نوع من انواع المربى. بناخد قطعه كده صغيره ونيجي هنا كده واحد، ونبدا نقفل الكلام ده ونخلي القفله مظبوطه تماما، مفيش اي جزء من اجزاء المربى ظاهره عندنا، دنينا وراها كده. لما تقفل تماما ايديا اديها زيت او اديها نوع من انواع العجين الدقيق، وابتدي ان انا افرد بالشكل، اقفلها بالشكل ده، تبقى قفله محكمه بالشكل ده، واخدها كده بالراحه. شايفين بقت عامله ازاي؟ ونبدا هنا نيجي للصينيه اللي انا دهنها زبده معايا، نرص هنا كده. هملى الصينيه الكلام ده كله كده، بس يكون متباعد عن بعضه حاجه بسيطه، عشان لما هتخمر هتلزق في بعضها، قريبه لخليه النحل. البخوتلين دي تورتايه المانيه، وارجع لكم تاني. كل الكور اهي باخدها بالشكل ده كده اهي، كلها عشان تبقوا عارفين بس، ونقوم قلبين كده. بدهن ايديا من الزيت نقطة زيت صغيرة هنا كده، وبدهن ايديا، قلبت كل الكورة اهيت كده، كل اللي انا عامله. الكورة هنا كبيرة شوية عن، واقدر اعمل الصنف ده حادق، كبيرة شوية عن كده كده، اخف بس الجزء اللي على الاطراف، اسيب اللي في النص محمل شوية، كبيرة شوية عن خلية النحل. ونبدا نقفل كله كده عشان شغل السرعه بقى. اهو شايفين بشد هنا ليه؟ انا خليت الاطراف بس هي اللي رقيقه، مش عايز النص، لان انا لما بشد والفراوله او الجزر او البلح تحت ما يقطعهاش من هنا، فنفضل نلاقيها مقفوله كده. ونقوم دهنين ايديا زيت تاني كده، واتاكد انها قفلت كويس كده. كله بقى كله كده هنعمل كده، ونبدا نحشي كله ونرصهم، وهوري لكم في الاخر شكلها عامل ازاي. كده ايه بقى؟ كده قدامنا كورت كل الكور، مربى بلح، مربى تين، مربى فراوله، بس مش عايزه تبقى سايحه. وابتديت ان انا اكورها ودهن الصينيه زبده، وهسيب الكلام ده في حدود نص ساعه، هنلاقيه ملى الصينيه. هرجع تاني اوريكم المنظر دوت، عشان ادهنه زبده او اصفر بيضة لفانيليا ويخش الفرن ونشوف. دي اسمها البخوتلين الالمانيه، هتعجبكم جدا. شفنا الشكل بقى اما خمرت بقى عامل ازاي؟ حطيتها في دولاب او في الفرن مطفي، وغليت حله ميه او مليت الكاتل، وابتديت ان انا ادخل، ما خدش بالظبط ربع ساعه، بالراحه بقى. ليه بقول لكم استخدموا الفرشه دي؟ في بعض الساده بيلوموا عليا، دي ناعمه جدا وخفيفه، عامله زي ريش النعام، زي الريشه. انما التانيه السيليكون تقيله، لو انا ضغطت ضغطه هتلاقوا حصل هنا ايه؟ كل الهواء اللي جوه نتيجه للتخمير ده خرج لبره، والدنيا باظت خالص. طب انا ما بحبش الصفاره البيضاء يا شيف محمود، اقدر ادي ايه؟ زبده، وممكن ادي باكو نسكافيه اللي هو البودره على الاصفر بيض. شايفين كده؟ عشان ايديا مشيت بالراحه كده. محشيه مربى تين او بلح او جزر او فراوله كده، دهنا كله. ده وش التلميع، تمام وش التلميع. ندخل على الفرن، ايه رايكم؟ درجه حراره 180 يا حنان. يقعد قد ايه؟ هيقعد معايا في حدود تلت ساعه. يلا بينا يلا بينا. وزي ما انتم شايفين كده، الا بخلتن الالمانيه ما شاء الله بتاخد الوان حلوه اهي في الفرن، وطبعا لسه هتعلى كمان وبتستوي. انا على فكره البخلتن دي اول صنف الشيف عمله من حوالي 11 سنه على الهواء، او 10 سنين كان مع الاوسو شوب، الاوسو شوب فكان ايه؟ كان مع شوربه يعني، برضو اجنبيه كده مش عارفه ايه، بس في الاخر طلعت شوربه الكرنب.
بس بطريقه مختلفه. وانا من سنتها فاكرينها شوربه عنب. كل سنه اقول له لازم تعمل لي قلب خلطن لاني بعشقها جدا في راس والله السنه. والله العظيم ما بعملها لها يا جماعه. واقول له حط لي عليها سكر بودره والحقيقه ما بيرضاش، ده ما سمعته كده، بس حقيقي والله حاجه حلوه جدا هتعجبكم، جربوها باذن الله. ادي طلع التورته اللي هي الخوتلين دي بتتباع في المحلات بتاعت الفطاير اللي هي موجوده في المانيا وفي النمسا، من الحاجات الجميله قوي. بص عامله ازاي، ممكن بقى جزء يتحشي شوكولاته، جزء يتحشي بلح، جزء يتحشي مربى. بتاخد ايه هي؟ هي شبه خليه النحل بس طبعا عجينه مختلفه. صح، عجينه مختلفه. هنقلب كده. قلبي قلبي، بص انا بموت في منظر البلح والمربى. قفله من تحت، حاطينها كده، قفلوها كويس قوي من تحت اللي هو. بس انا نفسي اخد عليها رشه سكر بودره. ما احنا هندي عليها دلوقتي رشه سكر بودره. خديها صوره كده عشان يبقى مع الزمن. ها، خديها صوره عشان لما اموت يبقى تحلف ان احنا. طيب بنعمل ايه بقى؟ اهي بتتقدم كده في المحلات او اللي هي المخابز الاوروبيه طبعا. ولو حبينا ان احنا نلعب فيها شويه او نقدم حاجه تكون مميزه شويه ممكن. انا زي ما عملت لي دي، انا عايزه كعكه راس السنه اللي كنت بتعملها زمان وانت صغير وانت شاب. بس وانا كبرت كمان. ده كده اللي هو ايه؟ باشايه باشايه باش، خلاص كفايه. اللي هو المروار الاحمر اللي هو فراوله. ما عنديش منوار احمر ده ولا مروار احمر ده. المروره. لا بجد والله ما عنديش. خلاص سكر بودره بس. طيب. هي بصي عامله زي القطن ازاي؟ خلاص خلينا نتهته لوحدي كده عشان ارجعها الفرن تاني زي ما جبتها. اهي. انت شحتها ولا ايه؟ بصي انت مأجرها؟ بصي عامله زي القطن ازاي وبترد تاني ازاي؟ جميله جميله. تسلم ايدك يا شيفنا. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. هنعجن ونشتغل، واي ملاحظات قولوا لي. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير. قناه الشيف محمود عطيه، والسلام عليكم. السلام عليكم.